السلام عليكم، انا ياسر الخوخي. الحاله الصحيه ديالي الحمد لله ولات بخير، والمرض اللي كان جاني هو المسران الزايده، واللي وقف معايا بابا وماما والسي عطف السي عبد الله الوردي. ومن بعد دابا راه تحسنت الحاله الصحيه ديالي، واخا المرض ديالي اللي كان استطعت ننجح ونتغلب على الدراسه، واخا كانت القرايه على البعد، واخا كان الوباء بشي مشكل، واستطعت نتغلب على الدراسه ديالي ونجحت فيها، والعام الجاي ان شاء الله خصني نعطي الافضل. بالنسبه للعطله ديالي ما سافرتش فيها حيتاش الوباء كاين بزاف، الوباء انتشر بزاف ياك، وكل واحد على الحاله ديالو. واصلا من فهاد العطله اللي درت قررت نصوب فيها واحد لاشين، وكنتمنى الناس اللي كيشوفوا الفيديو هذا يدخلوا يتابوناو فيها. انا غنقول لكم السميه ديالها ياسر الخوخي الشرطي الصغير، كتبوها في حماكه. وحيت درت دابا، ولكن عندي فيها غير 3 ديال لي زابوني، عفاكم زيدوا شويه وصلوا للمليون العدد اللي بغيتو نتوما. شي اللي غنقول لكم، ان شاء الله لو وصلتوا القناه ديالي المليون والفوق وخدي الدرع الفضي غتشوفوا دائما الجديد، واخا ما نخرج الدرع الفضي غتشوفوا اكثر من داكشي الجديد والافضل. هادشي اللي غنقول لكم دابا، لا لقيت القناه ديالي فات المليون واكثر عندي الفوق من المجهود ديالو واكثر، لا لقيت القناه فات، لا مفاتش ماشي مشكل، ندير اكثر من المجهود ديالي. كما قلت لكم فلاشين ديالي عندي غير 3 ديال المتابعين، وكنتمنى ديروا معايا ابوني حتى الفيديوهات ديالي كلهم في قنوات اخرى، بحال داك الفيلم اللي مثلت مع عبدو التيغر بقى في لاشين ديالو. انا مثلت مع عبدو التيغر وعطاني الدور ديال الشرطي، وكنت شرطي بحماكه صغير، ومني عاوتاني دازت واحد المده ماشي مده عارفين كيكتبوا في افلام ديك بعد مرور مع كل واحد كيدير. ومني كبرت وليت هشام ملولي، وخو عارفين خو عبدو التيغر بشوت حبيبه الاخر، مثلت هو مني كبر الدور ديال الشفار ولا هو عبدو التيغر. صافي كمل الفيلم جاب مشاهدات ما بيهاش مشاهدات، المهم مرتفع. واش اللي نقول لكم، ومني كنت مثلت مع عبدو التيغر انا فكرت ندير القناه ديالي، ومن غير هذا الموضوع هذا ما مني دست فراشيت شو ما شديتش لي، كان بغي يدوز لي منه ولكن ما تشديتش لي، حيت حنا ولاد درب السلطه كنكونوا ماشي بحال شاب بلال، حنا رتوني من الاداره وحنا راه الذكاء. انا كنشكر السيد عطيف الحموسي حيتاش هداني هاد الهديه الرائعه توني ياك، وانا اول واحد كياخد توني ديال البوليس من الاداره العامه، حيتاش توني اللي كان الاول هو اللي كنت مصيب. وكنشكر السيد عطيف الحموسي، وفرحت من عيطوا ليا قال لي راه جا عندنا الولي باش تاخذ واحد الهديه، مشيت وعطوني التوني وعطوني واحد الطابلات. كانت الامنيه ديالي نطلع مع السي عطيف حموشي، كان عيط ليا في الذكرى ديال الامن، ولكن كورونا زادت في الاعداد ديالها، راه الحجر الصحي راه عارفين. والسي عطيف حموشي دايرو تاش فوق راسي حتى عطاني هاد اللبسه هادي. والبارح مني كنت داخل كنت نتفرج في الفيسبوك وانا نقرا انا لله وانا اليه راجعون، مني شفت هذاك الخبر تصدمت بزاف وتأثرت وبكيت، حيتاش لقيت السي عطيف الحموشي اللي دايرو تاج فوق راسي الام ديالو توفات. وانا كنوجه العزاء للسي عطيف الحموشي لان هذاك الراجل راه عز عليا وكنموت عليه بزاف، نتمنى مني نكبر ونقرا وندير كل شيء، وكنتمنى نوصل بحال الرتبة ديالو، حيتاش راه صعيبة توصل بحال هذيك الرتبة، خصك تكون عندك القراية والتركيز.